تناوب. يلا يلا فما الله ايش الدم هذا الثقيل. لا لا متسابقين. توكل توكل على الله. كويس يعني تفكر يا حمد. يعني فكرت الحين ما فكرت في 46 يوم ولا 40 يوم. قايل لك اعطيناه يعني جو. يعني يعني عندك عندك رده الفعل الحاضره. دخلت اعطيناه جو. ما دخلت على ابو عيسى في الاعداد مو امبراطور خصم. خصم اي صح. مبروك حبيبي. ما روح انت لمحمد السراج اللي ما طلع معنا الا مره واحده. لا بنرجع لمحمد السراج. محمد السراج بيغمى عليه اذا محمد السراج. دقيقه في مقطع نرجع له. طيب محمد سراج السلام عليكم. اختم صح النوم وعذرا على المقاطعه لكن لا عادي بس مسالمه قلب واحد تدعمون بعض. ابشرك الحمد لله ربي هداه ونحتري الجوال اللي معك. هذا انا ولا حمد؟ هذا حمد جاب الجوال باقي انت جيب الشاحن. يقول الشاحن مع محمد. لا ما عندي شيء. ما عندك شيء؟ ابد. طيب وش عندك في ذا 43 يوم قدمته؟ عندي كل شيء ان شاء الله. طيب محمد سمي عادي ابغى اختصر معك الموضوع يا محمد. الله لا يوفقك يا الا ان شاء الله في الشيء فيه الخير يا الحمد لله. كلبي شوف يا محمد سراج انا احبك على الصعيد الشخصي. الله يطول عمرك. ومؤمنين ان عندك شيء كثير ممكن تقدمه تمام. ولكن مشكلتنا معك في حاجتين. اسلم. الحاجه الاولى الى الان محمد سراج لما نستعرض 43 يوم نجده مقارب جدا لحمد الاكلبي بل يعتبر اقل من حمد الاكلبي في عمليه الظهور. أيوة. سواء كتواجدك سواء كرياليتي سواء كتاثيرك بين اخوياك كاسقاطات حتى الاسقاطات ممكن انت تفكر خارج الصندوق تجيب لك اسقاطه يساعدونك اثنين ثلاثه من اخوياك. لما نشوف الاشياء هذه كلها لا نجد محمد سراج في الصوره. ايش المسببات؟ محمد سراج انا من الناس اللي يمكن يوم من الايام تلاقيت انا وياك تقريبا اتوقع قبل يمكن 20 يوم. وين فيه؟ هنا بس قبل تحت البث طرفني ومتحمس صراحه انه يبرز نفسه. وتكلمت انا وياك وخذينا وعطينا يعني الشغف موجود بداخلك. ما ادري هل انت الى الان ما وجدت نفسك بسبب تاثيرات خارجيه بسبب تاثيرات ما بين زملائك. احنا ما نعلم الشيء هذا لكن اللي نعلمه جيدا ان محمد سراج عنده شيء الكثير اللي قدمه. ولكن لازم تعرف ان البرايم قرب وممكن ان تطلع الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده. لا يغرك انك ما طلعت في البرامج اللي مضت. ولن تعرف نعمه الكاميرا ولا نعمه المايك الا اذا طلعت من خارج اسوار القريه او انشد سيف ويعطيك الجواب. وش رايك تكلم الحين حكي انا؟ اي سام قول يا رجل صوت شوي رجل اتكلم الحين؟ قول يا حبيبي قول. والله في البدايه يعني تجربه جديده وكاميرات واخوي اول مره تجلس معهم 43 يوم. اي 40 يوم تطول بعضها تطول تقعد لين 70 يوم ما طلعت. كل اخوياك نفس اول تجربه ما حد جرب. يعني انت معترف انك الى الان ما وجدت نفسك؟ لا وجدت نفسي بالعكس انا اخر الايام تشوفوني شهر موجود وحتى اخويا لاحظوها في ذا الشيء في ذا الشيء. محمد يعطيك العافيه. الله يعافيك. محمد سراج عنده مشاركه في 43 يوم تمام. دخلت شيء قبل شويه لقيت عند الاخ محمد 116 مقطع على 43 يوم. إذا من يوم واحد إلى اليوم عنده كذا مقطع يطلع في اليوم واحد مقطعين ونص فقط. بعكس بعض الشباب اللي وصل الآن إلى سقف 400 و300. وصل الآن في واحد شاب 326 مقطع. محمد أتوقع يعني لو تشد حيلك معليش اليوم إحنا مداخلات مع الشباب اللي الآن ما لقوا نفسهم مثل حمد أسلم ومحمد سراج. محمد كويس يمتلك كاريزما يقدر يتحدث يقدر يمسك نفسه على الهواء بس إنه الرجل إلى الآن ما لقى ضال في نفس البرنامج. هل إلى الآن الشباب ما زال مكبلينه؟ هل ما زال الشباب إلى الآن ما أعطوا ريحيته؟ ما أدري هذه أسئلة أتمنى أن تجاوبها يعني إحنا نبغى تساؤلات وأبغاك أنت تجاوب علينا. بالعكس والله الشباب إنهم قصروا معي يساعدوني ويمسكوني تحت البث وينصحوني لكن كل لا تحطه في ذمتك يا شيخ. لا في ذمتي إنه صدق بس يمكن المشكلة مني أنا والله إني صادق. يمكن المشكلة مني أنا وتكسير مني لكن ان شاء الله بتشوف تدري المقطعين هذه وش يتوقع انك كل يوم الظاهر تذن المغرب وتصلي العشاء بس صح؟ لا ما صليت اربع مرات سراج. اربع مرات؟ ايه حلو يعني 112 الله لا يوفق عدوك نزلت النسبه. ابو سراج سم عدوك يسم صبحك الله بالخير. مرحبا ومسهلا ابو منصور. اعلمك كيف كانوا يوقفون معك اخوياك؟ ويش؟ اقول لك كيف كانوا يوقفون معك اخوياك؟ اسلم تركي شوف المقطع جاهز؟ اذا المقطع جاهز عرضوه لنا يا اخوان. مقطع تعاون زملاء ابو سراج معه كيف كانوا يعاملونه في الرياليتي وكيف لا مو موجود ممكن ارسلت الراشد انا. المهم ابو سراج سم شو اسمه مشكلتك يا ابو سراج انا على الصعيد الشخصي يعني متقبلك يا اخي واحبك حتى لو يعني لكن اذا قلت لك اذا قلت الكلام هذا بيضرك اكثر مما ينفعك.
ابو سراج زملائك عندهم مشكله معاك اللي هي انك انت محترم زياده عن اللازم، محترم مره، طيب يعني احد يلقط منك كلمه عادي، احد ما عندك اي مشكله، ما انت يعني مخالف، فهم تعودوا على الطبع هذا، فصار يعني انهم ولا ما ادري كيف اقولها بالمصطلح، لكنهم ياخذون حقك وانت مبسوط، يعني ما عندك اي رده فعل. اتمنى يا محمد انك تفعل دورك في النسخه، انت ما انت جاي هنا حامل ارث يا رجل، عندك ارث ورا يا اخي، في متسابقين قبلك من نفس شو اسمه البيئه اللي طالع منها ابو محمد شو اسمه ابو جخير شو اسمه محمد بن جخير اسال من سكان الخرج، من سكان الخرج صاحب هو وين هو انت اي الله الله ركان ملهي وزعيزعي اذا جينا المنطقه بعد ابو هيف انت بيها صح ذي ابو هيف حق موسى الغامدي لا هذول في الرياض لا لا من اهل الخرج لا من اهل الرياض ما لي دخل ليه بس انا من اهل الخرج ما له دخل خلاص بكيفكم عم الحال ذي عودنا منطقيه لا يحمل ارث يشبه سيف المطيري يحمل ارث فيا ابو سراج يا ابو سراج الله يرحم والديك انا متوقع خروجك يوم السبت انا بالنسبه لي والله اني متوقع يا اخوان وقلتها لها امس يعني قلت انا كيف قلت انا ممكن اشوفه هو والله حرام والله حرام ومن ولا كلبي سبحان الله ولا كلبي اثنين ولا واحد منهم يطلعوا معنا اليوم واحد أبو منهم ابو حزام تقول حرام خروج محمد سراج والله حرام ليش محمد سامي بكون معك صادق انا اذا جلست 43 يوم مع زملائي ذولي ها ولقيتني اضيع وقت ما ظهرت بقائي معهم هذا دليل على اني ما عندي حتى اي يعني مبادره انا مستسلم انت مستسلم الحين انت مستسلم يا اخي غيرهم يا اخي لا تجلس معهم يا اخي منهم طيب الا انت تجلس معهم دايم الا انت تجلس معهم ساكت دايم لا تجلس معهم لا روح مع موسى روح مع موسى الفيفي روح مع ماجد الشهري ماجد معه دايم علي كلهم ترى انا والله وكلكم ساكتين روح مع سامي الجعوني مع اي احد ثاني يا اخي روح مع محمد عيسى يا اخي ومحمد عيسى راشب له بعد كلهم محمد 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 اذا انت ما بادرت محمد شخصيتك حلوه اطلالتك جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله وجهك مريح للشاشه الله يطول عمرك يا اخي حرام والله اصدقائك مثل ما قلت لاحمد الكلبي انانيين والله العظيم انهم انانيين كل متسابقين البزنس انانيين ما يتركوا لزملائهم فرصه فانت الان بالعكس. اللي يا رجال بلا عكس بلا صوره ديفرنس الان انت غير زملائك ما انا اغير كل 20 واحد اغيرهم كلهم انا يا ابن الحلال نغير شارة البرنامج ونحطها يا انا والله ايش ايش نغير شارة البرنامج من البزنس نخليه يا اناني عشان يا أنا. لا محمد السؤال عندي سؤال بس انت تكون صادق معي الى الان ما تاقلمت على الكاميرا صح وايش الى الان ما تاقلمت على الكاميرا صح لا لا بشرك الكاميرات تأقلمت عليها ولا لا بصراحة أول مداخلة يقول 43 أتوا بداية أول تجربة الكاميرات قاعد يناقض نفسه أنا قلت في البداية في البداية يا أستاذ علي في البداية أنا طلعت أنا أنت قاعد تغني نفسها 116 يوم 116 مقطع ترى ثالث الأسبوع الجاي رابع إبراهيم تونا 74 محمد من أقرب واحد تحسبون قل من أقرب واحد لكم التصفيات من أحد أبو سلام يسألك من أقرب واحد من أقرب لا تقول كلهم ما أحد قريب مني الحالي أنا هذه مشكلة بعد خلاص يكون مشكلة فيني يمكن حلو هذه طب اسمع بس أخوياي مو بنانيين اسمع طب أوكي اللي تبي الأمور زينة وكلكم طيبين وتمام لكن خليني أشرح لك شيء فرق انك عارف لك ناس في مدرسه ولا تشوفهم اليوم اليوم في في ملعب وفي استراحه فرق وانت طالع على الشاشه الملاحظات اللي قالوها لك الشباب مهمه اللي قالها لك مثلا محمد منصور مهمه اللي قالها لك ابو حزام مهمه مو اناني انه سيء مو سيء بس هو يحب نفسه يحب عادي يعني في اشخاص عندهم الانا عاليه انت ممكن تكون افضل منه تدري بس وجودك معه يخرب صح يعني يطلعك بشكل مو حلو يطلع بشكل مو حلو انت ابعد معه روح اللي يكسبك ترى هذا ترى امر طبيعي لا تعتقد انك بتطلع من وكلام لك ولكل زملائك لا تعتقد انك بعد البرنامج بتطلعون ال24 واحد كلهم بتقابلهم بتشوف لك اثنين ثلاثه واللي تروحون انت وياهم وتصورون سنابات وتبيع اعلاناتكم مع بعض فهمت الفكره لا تجامل على حساب نفسك هذه الفرصه لن تتعوض لك لا تعض اصابع الندم بس لكل الزملاء وكل زملائك انت لا تقول لي انا واحد بقعد مع العشرين انت شخص غير صادق مع نفسك وش بسؤال فقط محمد لكل زملائك لك انت الان خليك صادق معنا بس
لان احنا اول مره ناخذك. اذا صرت صادق اخذناك دايم. اذا كذبت اي ودك البقاله دايم. اليوم عندنا عروض ترى، عندنا عروض ترى انت بدايه السنه. محمد وش اللي كان المفروض يصير في البرنامج حتى يتجلى محمد ويصير افضل شيء؟ وش اللي كان المفروض يصير يعني في بالك لو صار كذا، لو صار في زملاء غير، لو صار في الفقره اللي موجوده ممكن تطلع تطلع اللي عندك مثلا؟ وش اللي انت بيه علشان انت تتجلى يعني تطلع وتنفجر؟ انا بتشوفون ان شاء الله كل شيء قريب. وش اللي كان صراحه وش اللي ناقصك؟ ها وش اللي ناقصك؟ والله ناقصني اشوف اهلي وغير اهلك. ما انت شايفهم غيره؟ شوفهم ان شاء الله بس. لا بيجون لا في تلاق وافتراق ولا بيتصلون، بس وغير الاهل بس ما به شيء ان شاء الله. في احد ضغط عليك يعني؟ ابد. في احد ما يوفر طلباتك من الاعداد؟ لا. طيب الحمد لله كويس. يعني هو يعني 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 هذا الرجل يعني هو ماشي في السكه السليمه، باقي بس انه يشغل الدبل. ايه. طيب وش تعدنا فيه؟ بس ما به شيء. وش تعد جمهورك؟ اوعدهم؟ ايه اوعدهم ان شاء الله الانفجار يطرون انتم ان شاء الله بسيط يا رب. وش اسم فريق دعمك؟ اسمهم الكوارث. كوارث؟ ايه والله انت الكارثه. والله انك انت الكارثه انا فوق. يعطيك العافيه ابو سراج. الله يعافيكم وكلامك على عيني وعلى راسي. والله اني صادق حبيبي يا كارثه البلس. يلا 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 باذن الله. يلا يلا بقى حد ولا ما بقى حد؟ جزاك الله خير. الله يكفينا شر كارثه البزنس. اي المصيبه بالكوارث. سمى ابو هيف من اكثر المتسابقين خلقا احتراما وتقديرا، لا مع اخويا المتسابقين ولا حتى مع الاعداد والاداره الامانه يعني. لكن احنا اليوم نتكلم عن المتسابق محمد سراج 43 يوم، لا اصنفه ضمن ما اخفيكم ضمن السبعه الاوائل في البرنامج. مشكله بعض الشباب انه ياخذ البرنامج الواقعي وكانه مدرسه، يخاف حتى من الخطا. انا اقول دائما من الذكاء في البرامج الواقعيه ان تختار الخطا، حتى بعض الاخطاء من الذكاء انك تختارها. اليوم يعني انا اختلف ان محمد السراج راح يطلع ابراهيم الاسبوع هذا، ما اتوقع راح يطلع ابراهيم. حمد ممكن يطلع الاكلبي لانه طلع 24 ساعه. لكن قضيه انك محمد السراج ما طلعت ابراهيم، لا اتوقع انك انت في الطريق الصحيح. لا، الطريق الصحيح ما هو ما يقيم بعدد الابراهيمات ولا يقيم بعدد مثلا النقاط وما شابه. الطريق الصحيح ان تمارس واقعيتك متجردا من كل شيء ومتناسيا الكاميرا. محمد سراج من المتسابقين اللي الى الان يشيل هم الكاميرا. تاكل يوم حتى في فقره المطبخ اطلبوا منه قصيده او شله، والله العظيم يا جماعه الخير تشعر وكان كاميرات الدنيا كلها عليه، تشعر كانه في مؤتمر صحفي. اهدى يا محمد سراج، انسى ان معك مايك، انسى انك قاعد تخاطب كاميرا، وصدقني راح تجد نفسك باذن الله. انا ودي اقول نقطه يا اخي، مشكله بدون تحيز صراحه، خلينا نحط النقاط على الحروف. ليس الجميع أتى البرنامج هدفه ما بعد البرنامج، بعضهم كان حلم حياته نطلع الشاشة بس. شكرا. الحلم حقته يعني ما نطالبه بأكثر من كذا؟ لا تطالب أكثر من ما عليه صح. في بعضهم حلم أن يطلع